اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا أعليته ولا مظلوما من المسلمين إلا نصرته ولا مظلوما من المسلمين إلا نصرته. اللهم كل إخواننا المسلمين المظلومين اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في الشام والعراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أنت المستعان اللهم أنت المستعان ومنك الفرج ومنك الفرج ومنك الفرج وإليك المشتكى وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك
يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزم أعداء الملة والتوحيد، اهزم أعداء الملة والتوحيد، وانصرنا عليهم يا قوي يا مجيد. اللهم اجعل كيدهم في ضلال، وأمرهم في وبال، وسعيهم في سفال، يا قوي يا عزيز. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بينهم، اللهم خالف بينهم، اللهم خالف بينهم، اللهم خالف بينهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، اللهم عاد من عاداهم، واخذل من خذلهم، واخذل من خذلهم، يا سميع الدعاء. ونسألك اللهم عزا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وانصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.